رسالة أنا مخليها برقبتي لازم أقراها، وحلفت هنا بكربلاء أقراها لأن أكو ناس احترضت علي. بس أنا أسألكم سؤال كل الواقفين وأريد جواب، يا أهل أحسن، المصلحة العامة لو الخاصة؟ بصوت عالي عليكم العباس، يا أهل أحسن، يا أهل أحسن، خوش نسولف. قبل فترة أكو مشروع ما توسعة الضريحين، تعرفون بها لو لا؟ تعرفون؟ عندكم معلومة إنه كربلاء اشتراها الإمام الحسين بفلوسه ودمه لو لا؟ هاي كلها تدرون بها. أكو فنادق داير ما داير الإمام، داير ما داير الإمام، وحق محمد هاي القاعدة الحسين، وحق محمد هاي العالم تفكر بالمصلحة الخاصة وإحنا نفكر بمن؟ المصلحة العامة. هاي الهوسة هسه بس تخيل المنظر، داير ما داير الإمام شلون يكون ماشي. رسالة إلى الفنادق المجاورة إلى الإمام، لجل حسين كل شيء يحدب ويذبل، لجل حسين كل شيء يحدب ويذبل، ولجل الماي من حروفهم يخجل، فنادقكم كبير اش عجب ما ترضون، يتوسع ضريحه وينجمع بالتال. لو ما طيحته تظل كربلاء تربان ومحلات الدهين احواض للمزبل، تطلب دفترين وطايح العباس من غم قصتك وبفندقك تندل، اريد ان كربلاء تضمك لما تغصبيك، هاي القاع للعباس من يعدل. ما لكم فضل قاع ابو فاضل هاي للقطع جفوفه وما قبل ينذل. قبل بالحله كنا نشوف قبر حسين، قبل بالحله تذكرون بالريم تحدي الان اتذكره والله انا هالقد اشوف الماء. قبل بالحله كنا نشوف قبر حسين، هسه من الفنادق على القبر نسحل، عليت الفنادق مثل رمح الشام، عليت الفنادق مثل رمح الشام، ودخان المولد بالصحن ينزل. وكافي جشع ضحى بحياتك يوم، ضحى بمنحرة شطيك وتعزل. صلى على محمد وآل محمد.